السلام عليكم أصدقائي في فيديو جديد والذي سوف نتحدث فيه عن أحدث الإجراءات والتسهيلات للحصول على تأشيرة شنغن والتي بدأت من فبراير 2020. هذه الإجراءات والتي بدأتها العديد من الدول الأوروبية بدأت في تطبيقها للتصدي لحركة اللجوء والهجرة إلى الدول الأوروبية للتفريق بين الأشخاص الذين يسعون للحصول على فيزا لتقديم اللجوء والأشخاص الراغبين فعلا بالسياحة والزيارة. ستكون مدة تأشيرة شنغن الممنوحة في المتوسط لمدة تصل إلى 6 أشهر، وهذا يجعل الشخص الراغب بتقديم لجوء لديه فيزا مستمرة لمدة 6 شهور إلى أن تنتهي صلاحيته بجانب 6 شهور أخرى انتظار. فيكون الشخص الراغب بتقديم طلب لجوء لديه فترة عام انتظار داخل أوروبا قبل التقديم على طلب لجوء في الدولة التي يسعى للجوء إليها. سوف يكون هناك إمكانية لملء نموذج الطلب وتوقيعه إلكترونيا وإرساله وانتظار موعد مقابلة، وهذه تسهيل للإجراءات ووقف عمل السماسرة. إصدار تأشيرات متعددة الدخول للمسافرين النظاميين الذين لديهم سجل تأشيرة إيجابي، أي إن كنت حصلت على فيزا شنغن سابقة خلال 5 سنوات ماضية وخرجت من الاتحاد الأوروبي بسجل نظيف، فسوف يتم منحك تأشيرة شنغن مباشرة بتسهيلات دون عمل الإجراءات الكاملة. زيادة رسوم التأشيرة إلى 90 يورو لضمان قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتغطية جميع تكاليف استخراج التأشيرات بشكل أفضل، علما أن رسوم التأشيرة محددة، يعني كانت محددة في 60 يورو، مما يعني أن الزيادة تناهز 33%. هكذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فإن أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط الجرس لكي يصلكم كل جديد، وشكرا.